اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم صيبا نافعا. ما شاء الله تبارك الله، المطر والبحر. ما شاء الله على هذه السحاب الماطرة. اليوم الثلاثاء الرابع من شهر محرم 1444. يحيى الفارسي يحييكم. الطريق الدولي. ما شاء الله تبارك الله، سحابة ماطرة على غرب شمال محافظة بيش، الطريق الدولي. اليوم الثلاثاء الرابع من شهر محرم، الثاني من شهر أغسطس 2022. يحيى الفارسي يحييكم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، طريق بحر بيش اليوم الثلاثاء. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ما شاء الله تبارك الله، سحابة طيبة على بحر بيش والمدينة الاقتصادية. أسأل الله أن يجعل في هذا الغيث البركة والنفع للبلاد والعباد. يحيى الفارسي يحييكم.